استاذ حازم، يعني شايف ازاي برضو احترام مصر لحقوق الانسان بشكله المتكامل، صحه وتعليم، او حضرتك اللي قول لنا يمكن اكتر، شايف ازاي التجربه المصريه في هذا الموضوع، وايه اهم ملاحظاتك او مشاهداتك فيما يخص حقوق الانسان في مصر، واللي مصر حريصه على انه يعني يكون في اهتمام بيها بالشكل الشامل اللي احنا بنتكلم عنه. طب خليني بس استاذ ريان بعد اذن حضرتك، واعتقد ان الاستاذ احمد هيتفق معايا في الملاحظه اللي هقولها دلوقتي. اتفق معاك دايما. احنا على طول. انا عارف والله. احنا عايزين نحاول ندخل في النص كده، بنعمل ربنا يستر. صعب بيني وبين الاستاذ احمد، صعب قوي. لا استاذي وصاحب فضل يعني. حضراتكم مشرفين، انتوا الاثنين. اتفضل يا استاذ حازم. ملاحظه عامه عايز اقولها لحضرتك. الحقوق والحريات تمنح للناس، مش تمنح لمن يريد ان يحاصر الحقوق والحريات ويقتل الناس. بس عشان تبقى الدنيا مستحقها، عشان تبقى الدنيا واضحه كده، في عندنا حاجه اسمها ديمقراطيه السلم. ديمقراطيه السلم. السلم. السلم ايه؟ ديمقراطيه السلم دي عملوها الاخوان معانا في 2012. اللي هو ايه السلم؟ هو يلا نتنافس عشان اللي يطلع على قمه الحكم هم، وبعد ما يطلع يرمي السلم. رمى السلم. ده عشان اكلمه على الديمقراطيه، او عشان اقول له اتكلم عن حقوقه، مساله فيها صعوبه شديده قوي، لانه لا تمنح الحقوق لمن يريد ان يستغل الحقوق من اجل قتل الحقوق، ما يجوزش. في قانون، في نظام عام، في قانون، من يرغب في ان يتمتع بالحقوق والحريات عليه ان يحترم النظام العام والقانون. انا بس دي ملاحظه في البدايه، حتى ولو كان القانون جائر، حتى ولو كان النظام العام جائر، أنت مطالبة بأن تحترم القانون والنظام العام، وأن تستخدمي الأدوات السلمية المطلوبة من أجل تغيير هذا القانون وهذا النظام العام من خلال الأدوات السلمية الشرعية والقانونية. هو ده مربط الفرس في الخلاف اللي حاصل حوالين تعامل مصر مع حقوق الإنسان. وعلى فكرة سيبك من انتقادات الدول، بعض الدول لمصر، لان ده في اطار الصراع السياسي والمصالح السياسيه والابتزازات والضغوط من اجل تحقيق مكتسبات هنا ومكتسبات هنا. دي قصه ثانيه. يعني خلينا نتكلم على المنظمات وعلى الجمعيات اللي بترى انه مصر بتنتهك اي نوع من انواع الانتهاكات. خلينا نبقى واضحين، لما ارفع شعار عصيان، العصيان للقانون، خلاص انت يعني انت استبحت نفسك، مش الاخرين بيستبيحوك، انت اللي استبحت نفسك. لانك لما تقول لي انا ضد القانون، حقك. هو القانون ده مش بيتناقش جوه البرلمان، وبيبقى فيه مؤيدين ومعارضين للقانون، مش كده؟ طيب. طبعا. فانا من حقي ابقى ضد القانون، ومن حقي ان اطالب بتعديل القانون، ومن حقي ان اكتب مقالات واشكل لوبيز للضغط من اجل تعديل القانون، واتواصل مع نواب في البرلمان واحاول اقنعهم، او استخدم التجمعات المعارضه جوه البرلمان من اجل الضغط. هاخد وقت في تعديل القانون، لكني في النهايه هذا هو الطريق او الوسيله الانسب للتعامل مع الخلافات داخل المجتمع. هي دي الفكره الاساسيه في تقديرنا الشخصي اللي حكم الدوله المصريه الان في التعامل مع الحقوق السياسيه والمدنيه، اللي هي فكره ان احنا كدوله يعني في الحقوق المدنيه، حقوق المواطنه على سبيل المثال، اعتقد احنا بنشهد تطور مذهل في منطقه حقوق المواطنه، وبنشهد حاله من حالات التعامل غير المسبوق على المستوى التشريعي وعلى المستوى الاجرائي وعلى مستوى الاداء التنفيذي. تقنين اوضاع الكنائس، رفض التمييز بين بناء دور العبادة للجهات المختلفة. على فكرة في مشروع مصري هايل بيجهز دلوقتي طبعا لليهودية، للديانة اليهودية كمان، ولدور العبادة اليهودية. احنا دي أديان الله، ثلاث ديانات، دي حاجة في تاريخ مصر، ثلاث ديانات، الديانات السماوية، الديانات السماوية الثلاثة. فأنت في منطقة المواطنة مثلا، جزء منها فيما يتعلق بالحقوق، حقوق المواطنة الدينية، انت واصله لحاله متقدمه جدا فيها. في الحقوق السياسيه، النهارده احنا كنا شايفين فكره الاستفتاء على تعديل الدستور، وبغض النظر عن الكلام اللي بيتقال الكتير، وعلى فكره هو بيتقال من ايام عبد الناصر بالمناسبه،
واحنا نسينا الجنيه اللي كان بيتقطع نصين للناخب وهو داخل ايام الملك وياخد بقيته وهو طالع. وهو طالع صحيح. ولو ما انتخبش بيتعلم عليه علامه اكس في ظهره. يعني احنا بنتكلم على حاجات تتقال على طول وشغال على طول. انما الفكره الاساسيه انت النهارده بتستطلعي راي الناس في تعديلات دستوريه بتمكن فئات المجتمع المختلفه من اوضاع اكثر قدره على التحكم والمشاركه، عفوا مش التحكم، على المشاركه في القرار وتوسيع دوائر المشاركه في القرار من خلال تمكين فئات المجتمع المختلفه بنسب متعدده داخل المؤسسات التشريعيه وغيره. انت بتتكلمي على انك داخله في اتجاه في جوانب احنا ساعات بنغض الطرف عنها. حقوق المراه في الفتره الاخيره اللي اصبحت تثير حافظه بعض الرجال بالمناسبه، يعني بقى في بعض الرجال في المجتمع النهارده بيشتكوا، النهارده في بعض الناس بيشكلوا جمعيات للدفاع عن حقوق الرجل. اوكي؟ ماشي، فكره شويه عبثيه دمها خفيف كوميديه. يشكلوا بس احنا الريس بيدعم يا فندم خلاص فيشكلوا براحتهم. لا يا فندم يعني انا اقصد كمان انه احنا هنا شوفي انت وصلتي بمبدا انصاف المراه ومشاركتها وتوسيع دورها وزياده دورها في المجتمع في مرحله العالم كله بيعترف دلوقتي العالم كله بلا استثناء بيشيد باللي بيتعمل في المجتمع المصري، لانه مش كلام تشريعي زي ما كنا متعودين طول عمرنا، لا ده كلام بيتم كمان على المستوى الثقافي، يعني على المستوى المجتمعي. فهنا في جوانب في حياتنا السياسيه في حقوقنا السياسيه احنا مش ملتفتين لها، مش مركزين عليها. احنا واخدنا قوي حريه الراي والتعبير، واخدنا زياده عن اللزوم، رغم انه في بعض المشاكل. انا رايي الشخصي في مشاكل عندنا في حريه الراي والتعبير، محتاجين في مشاكل في التعدديه والتنوع. لكن لا نغفل الحقوق الثانيه اللي فيها طفره كبيره. بالظبط طبعا. في الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه بقى اللي كان بيتكلم عنها الاستاذ احمد من شويه، ودي واحده من مناطق تخصصه يعني الاساسيه واغلب كتاباته بيتناول هذا الامر فيها. الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه اللي حاصله في حقوق السكن وفي حقوق العمل لا يعني احنا بنتكلم في حاجات وفي الارتقاء الثقافي بالمجتمعات الاقل قدره والاكثر احتياجا، الحمايات الاجتماعيه اللي بتتم برامج الرعايه والحمايه الاجتماعيه. 215,000 وحده سكنيه في العشوائيات. 215,000 مفروشين. طيب فكره القضاء على العشوائيات دي فكره مستوى اخر من السكن والمعيشه يا استاذ احمد. يعني طبعا ناس حرمت طويلا من كل حاجه. فكره محاصره العشوائيات والقضاء عليها دي فكره مذهله في مصر طبعا، لان دي واحده من المخاطر اللي كانت بتهدد الدوله المصريه والمجتمع المصري. انت النهارده مش شعارات، يعني لو حد قاعد بيسمعنا دلوقتي ما يضحكش يقول لك الكلام ده لا الكلام ده موجود، موجود ومتصور صوته وصوره دي مباني طبعا. مشروع استاذ ريهام، مشروع مقاومه او محاصره العشوائيات والقضاء عليها واحد من اهم المشروعات الجاده اللي اتعملت على الارض وجابت نتائج حقيقيه. هتاخدي بقى من هذا يعني في هذا السياق المشروع اللي كلنا منتظرينه بلهفه بتاع التامين الصحي. حلم. ده حلم من ايام عبد الناصر، ده حلم اتعطل بسبب حرب 67. شوفي حضرتك انت بتتكلمي من امتى؟ من 64 او 65 وهذا الحلم متعطل بسبب ظروف البلد. احنا منتظرين ان ده يحصل، لان دي الرعايه الصحيه دي واحده من اهم متطلبات الحياه والحفاظ على الحق في الحياه. فانت بتتكلمي على حقوق مصر عندها رؤيه في مساله الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه زي ما عندها رؤيه في حقوق السياسيه والمدنيه ايضا. اعتقد انه ظالم من يعني يتجاهل كل ما كنا نتحدث عنه ويركز بس على حق في التعبير والحق في الجورنال والحق في التلفزيون بس، وكأن الحياة في المنطقة دي بس.